مراد زغيدي زميل معروف باتزانه، معروف بموضوعيته، معروف بمهنيته، معروف باحترامه لأخلاقية المهنة وميثاق شرف الصحفيين. هذه تسمى في اعتقادي هي رسالة يعني من طرف السلطة، يعني هذا الصحفي المعروف بذلك الاتزان وتلك الموضوعية سأضعه اليوم في السجن بسبب مرسوم متناقض مع الدستور، متناقض مع المعايير الدولية ومتناقض مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، سأضعه في السجن. هي رسالة لكافة الصحفيات والصحفيين من أجل لجم أفواههم حتى لا يطرحوا القضايا الحارقة التي يعيشها التونسيات والتونسيون، من اهتراء مقدرتهم الشرائية، من قضية المهاجرين جنوب الصحراء، من مسألة المديونية، من الفشل الذريع التي تتخبط فيه السلطة الآن في إدارة الشأن العام. مراد زغيدي يسجن من أجل تلك كل الأشياء، وكافة المدونين وكافة الصحفيين وكافة الحقوقيين الذين تلاحقهم أو النقابيين كذلك الذين تلاحقهم مثل هذه القضايا تأتي في هذا الإطار ضرب الحقوق والحريات. مراد معنوياته طالعة برشا من الأول، من أول نهار، من نهار الإيقاف قاعدة معنوياته طالعة. هذايا نجم ندخلوه في خانة البسيكولوجيا متاع المظلوم، اللي يعرف روحه ما عمل حتى شيء، واللي يعرف روحه عنده إيدينا في الفارغ سي جوز دير، ما ينجم يقعد كان ممن بروحه مش بحاجة أخرى. شنو هو انتظاراته من الحكم كحكم؟ ما نجمش نقول لك، على خاطر اللي يقوله لنا هو انه كل شيء ورد، وهكا هاكم الكل تراو نو سوم ريجي بار لاربيتريغ، دونك ما فما حتى حاجه اللي نجم نشدوها هكا في يدينا ونقولوا هذه نبنيوا عليها، راهو فما انفراج، والا فما حاجه هكا تعطي انه فما انفراج في البلاد في الوضع العام، ولا لا ما نعرفوش. دونك هنا نستني وكل شيء ورد. لا خوف لا رعب، السلطة ملك الشعب، حريات حريات، دولة البوليس وفات. يا مراد لا تهتم، حريات تفدى بالدم. يا مراد لا تهتم، حريات تفدى بالدم. في وضع اقتصادي واجتماعي معناه أزمة كبيرة، يمثل أزمة كبيرة. السيد الرئيس ما لقاه كان باش يصدر المرسوم 54، وقلنا في وقته أنه راهو الهدف نتاع المرسوم هذا رغم اللي هو ظاهريا العنوان نتاعو متعلق بالجرائم الالكترونيه راهو سيتم استغلاله خاصه الفصل 24 لاسكات كل نفس حر وكل صوت حر وكل صوت معارض لفخامته، ليس هنالك انجازات. فالحل هو ضرب حريه التعبير وحريه الصحافه، وهذا اللي صار. وللاسف الفتره هذه تعرف اكبر عدد، يمكن عدد قياسي لصحفيين واعلاميين في السجن، وحتى ثم برشا منهم قيد التتبعات القضائيه. يظهر لي تسكين مراد السجن نتاعو، علاش حتى التونسي لا يعرف شنو المعلومه الخاطئه اللي بثها مراد او الاشاعه المغرضه، شنو المعلومه اللي بثتها سونيا الدهماني، عبرت على رايها. يظهر لي ما عادش نجموا نفرقوا ما بين راي وبين خبر زيف. هذا اللي قاعد يصير، محمد بوغلاب كيف كيف، برهان بسيس كيف كيف، للاسف هذه قاعده تتوالى. والحقيقه مثالش خلينا ننقد شويه قطاع الإعلام، ما ريتش الحقيقة تعبئة معناها ترتقي إلى خطورة الوضع اللي قاعد صاير من ضرب لحرية الإعلام والصحافة. Thank you.